الأذان على غير طهارة جائز، لأن الأذان ذكر. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. لكن إن كان الأذان في المسجد وهو جنوب فلا يؤذن في المسجد حتى يتوضأ، لأن الجنوب لا ينكث في المسجد إلا بوضوء. نعم.